يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أهدي لرجل شاة وبقي إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن، فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج المال لشراء الأضحية؟ إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن، فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج مال لشراء الأضحية؟ هي ماله ما دام أهديت له صارت ملكه وماله، فله أن يضحي بها. نعم.